حرصت مملكة البحرين على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقا من استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة وتوفر ما يقدر ب 230 مليون دينار بحلول عام 2025. نعم، هذا وتمكنت هيئة الطاقة المستدامة من رصد مشاريع ومبادرات تم الموافقة عليها من قبل الجهات المعنية، بما يحقق أكثر من 88% من الهدف الوطني في فترة قياسية. مشاريع متنوعة ومبادرات حكومية متميزة قامت عليها هيئة الطاقة المستدامة، عملت من خلالها على استغلال الطاقة المتجددة، تمثلت في تركيب الألواح الشمسية لتوليد الطاقة على أسطح المباني، لزيادة نصيب الفرد من استهلاك الموارد المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025، والتي تعادل 250 ميجاوات من الطاقة النظيفة. بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة وتكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية وتعاونها معنا، فمثلا الهدف الوطني للطاقة المتجددة هو تحقيق 5% من الطاقة المتجددة بحلول 2025 بما يساوي 250 ميجاوات، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة أي في مدة قياسية استطعنا الحصول على موافقات من الجهات المعنية لحوالي 221 ميجاوات من الطاقة النظيفة، أي 221 ميجاوات من 250 ميجاوات اللي هو الهدف. يعني أن الموافقات الآن هي حوالي 88% تحققت، الباقي فقط 12%، ولدينا 4 سنوات لأن الهدف يكون بحلول 2025 لتحقيقها. لذلك احنا واثقين بأننا نستطيع تحقيق هذا الهدف الوطني. إلى ذلك، فقد قامت الهيئة بإعداد خطتين استراتيجيتين لجعل مملكة البحرين مركزا متميزا في مجالات الطاقة المستدامة، تضمنت معايير وخبرات عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. أما بالنسبة لكفاءة الطاقة فالهدف الوطني هو 6% بحلول 2025، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة فيها 22 مبادرة تعمل عليها جميع الجهات الحكومية في اللجنة الوطنية لمتابعة الخطط الاستراتيجية لمملكة البحرين، والتي يرأسها رئيس هيئة الطاقة المستدامة. ومن 22 تقريبا تم تنفيذ أو في طور التنفيذ حوالي 20 من هذه 22 مبادرة، أي أن النسبة كبيرة قد تحققت وكان لها آثار إيجابية على استهلاك الكهرباء الكلي في مملكة البحرين. فنرى أن الاستهلاك الكلي لمملكة البحرين لم تزد بما كان متوقعا بسبب زيادة البيوت والمباني بسبب المدن الجديدة. كان من المتوقع أن يكون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء، ولكن بفضل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي تعمل عليها جميع الجهات الحكومية لم تزد استهلاك الكهرباء بالنسب التي كان يتوقع لها أن تزيد. إن المتتبع اليوم لجهود الهيئة يجد أن فكرة استغلال الطاقة المتجددة خطوة مهمة ستساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من استخدام الطاقة الأحفورية، ولا تزال هناك 4 سنوات على حلول عام 2025 لتحقيق نسبة 12% المتبقية. جهود متواصلة قامت عليها البحرين للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وبالفعل استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في هذا المجال.
خصوصاً وأن مساهمة الطاقة النظيفة أصبح حتمياً لرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بيئة صحية ذات انبعاث كربوني بسيط. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.